لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أنا لم أشاهد المباراة حتى أتحدث عنها من الجانب الفني، لأنني عادة في المباريات الهامة للمنتخب الجزائري التي لا أعلق عليها لا أشاهدها، خاصة مباريات فاصلة أو مهمة بهذا الشكل. لكن لما شاهدت ملخص المباراة بعد نهايتها بساعات، حوالي ساعة 2 أو 3 الصبح، شفت الملخص، اكتشفت بأننا لم نكن نستحق الخروج، كنا نستحق التأهل والفوز في المباراة. وتأكدت بأنه عملت مليح لما ما شفت المباراة، لأنه لو شفتها وشفت هدف التعادل تاع المنتخب الجزائري في الدقيقة 119 كان سيتوقف قلبي، وإن لم يتوقف قلبي في الدقيقة 119 كان سيتوقف في الدقيقة 124 لما عدل النتيجة، لما سجل المنتخب الكاميروني هدف ثاني. طبعا الأسف كبير والحسرة كبيرة والخيبة أيضا كبيرة، ولكن لا يجب أن يطغى علينا الحزن بشكل كبير جدا، لأن الكرة أحكمها هي هكذا، فيها فوز وخسارة وفيها فرح وأسف وحزن. ولكن هذه هي أحكام الكرة. الشيء اللي عجبني لا بين قوسين، الشيء اللي فرحني هو أنه رد فعل الجماهير الجزائرية كان رياضي بشكل كبير جدا، وما سمعنا وما شفنا أشياء يعني، وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي كان ردهم راقي جدا ورد فعلهم كان راقي جدا وفي مستوى عظمة هذا الشعب. رد فعل جمال بالماضي كان أيضا في المستوى خلال الندوة الصحفية، خاصة وأنه لم يستعجل في اتخاذ أي قرار وأعطى الوقت للوقت وبعدين يقرر كما يشاء. حب من بهذه المناسبة نوجه له شكري وتقديري واحترامي، وللاعبين أيضا شكري وتقديري واحترامي على كل الأفراح اللي قدموها له. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.